اعتدناه يرتدي قميصا رماديا اللون وتسريحة شعره البسيطة، لكن ماذا يفعل مارك زوكربيرغ بعد أن وصل لسن الأربعين الآن؟ مقابلة حديثة معه بدا فيها مارك وكأنه يعيش أزمة منتصف العمر، فقد أجرى تغييرات جذرية بفكره ومظهره، شعره أصبح طويلا ويرتدي سلاسل ذهبية، وخلع قميصه الرمادي وارتدى أخرى ملونة، وبدأ ينشر مقاطع فيديو لنفسه على إنستغرام وهو يمارس رياضة ركوب الأمواج، فقد أصبحت هوايته المفضلة. أما فكريا فقد نضج كثيرا كما تقول مقابلة لبلومبرغ، لم يعد يكترث للميمات عنه التي صورته مرة أنه كائن فضائي، هو اليوم مركز أكثر على عائلته وأطفاله الثلاثة والاستمتاع بوقت فراغه، خصوصا أن ثروته حاليا تقدر بنحو 180 مليار دولار. هناك من بدأ يشكك بحجم استثماراته الهائلة في الذكاء الاصطناعي وإذا كانت فعلا تستحق كل المليارات التي ضخها، لكن مارك يفضل هذه المخاطرة كما يسميها بدلا من الجلوس والانتظار، وبالتالي تتخلف وتصبح خارج المنافسة في السنوات القادمة.